صفاتك الملحوظة تعرف أيضا بالأنماط الشكلية، تنتج عن التفاعل بين جيناتك والبيئة. هذا التفاعل يبدأ في الرحم ويستمر طوال حياتك. الاختلافات في بعض الأنماط الشكلية مثل الطول تحدد غالبا بالجينات. إذا كان والديك وأجدادك قصار القامة، ربما لن تكون فارع الطول عن زملائك. على الرغم من العوامل البيئية كالتغذية، يمكن أن يكون لها بعض التأثير على طولك. تلعب الجينات أيضا دورا في إذا كان لديك وزن صحي، لكن يمكن أن النظام الغذائي والتمارين الرياضية تؤثر تأثيرا كبيرا على وزنك. كيف يمكن للجينات أن تنعكس على شخصيتك؟ هذا أقل فهما. يمكنك أن تتعرف الآن على أكثر من مليون سنيبس في الجينوم الخاص بك دفعة واحدة. وفي كل يوم يتعلم العلماء أكثر وأكثر عن كيف أن بعض هذه السنيبس تؤثر في نمطك الشكلي. التعرف على الجينوم الخاص بك يساعدك على الفهم أفضل قليلا لماذا أنت بهذا النمط، وفي ماذا أنت مشابه له أو مختلف عن أسرتك، أصدقائك وجيرانك.